جودن تاك ليبي السوشيال، طاب يومكم أعزائي المشاهدين. معكم شادي مصطفى في دروس تعلم لغة الألمانية. في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين سوف أشرح لكم الحالة الثانية من حالات الإعراب الأربعة في اللغة الألمانية، حالة الأكوزاتيف. الأكوزاتيف تترجم إلى اللغة العربية حرفيا أي بمعنى مفعول به أو حالة النصب. هون التسمية منا مهمة كتير بقدر ما مهم أنت لازم تفهم الحالة من شو بتتكون وعن شو بتعبر وشو هي أدوات الاستفهام وحروف الجر اللي نحن عم نستعملها مع هالحالة، لأنه نحن لما بنترجمها للمفعول به دائما في طلاب كتير مبتدئين بينحصر تفكيرهم أنه فعل وفاعل ومفعول به كما في اللغة العربية، بس الموضوع مو هيك، لأنه نحن هون شوي في شيء تاني مهم كتير، انه باللغة الألمانية المفعول به احتمال يستعمل حروف الجر او احتمال يستعمل حروف النصب، حتى حروف الجر كمان مثلا بيسمونا حروف النصب حروف الجر، هي كلها حروف الجر، بس في حروف عم تستخدم مع حالات النصب مع الأكوزاتيف وفي حروف بتستخدم مع حالات المجرور. اذا مشان ما تتخربطوا اتمنى انه انتم ما تركزوا على التسميات بقدر ما تركزوا على تركيبة الجملة وعلى الهدف من هالجمل، هيك راح تقدروا تفهموا حالات الإعراب في اللغة الألمانية بشكل أسرع، لأنه في شغلات نحن نقدر نقارنها باللغة العربية بس في شغلات ما بتتقارن، فالطالب إذا بده يقارنها واحدة واحدة باللغة العربية بعدين بيصل لطريق مسدود، لأنه موضوع اللغة العربية شوي موضوع الحركات وهي يعني هذا شيء ثاني، بس باللغة الألمانية لما بيغيروا مثلا لما يعني بيلعبوا بحالات الإعراب بيغيروا منطق الجملة كلها، يعني حتى في عالم كتير مين بيفهم هالشي هذا اللي بيتعمق كتير باللغة الألمانية، مع الزمن إذا أنت مارست بدك تفهم هالشي هذا إنه الموضوع منه هيك مجرد حركات أو هيك، لا، لأنه الأكوزاتيف أو الداتيف أو الجينيتيف أو النوميناتيف دائما كل حالة في لها منطق خاص بيعبر عن حالات معينة في اللغة الألمانية. أتمنى تتابعوا وتستفيدوا من هالفيديوهات. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة سبسكرايب وتشغيل جرس الإشعارات واللايكات ليصلكم كل جديد. إذا أعزائي المشاهدين قلنا أكوزاتيف يترجم حرفيا مفعول به، بس هون أنت لا تركز على التسمية بقدر ما لازم تركز على هالأمثلة مشان أنت الهدف من هالفيديو أنه تفهم الحالة مو أنه شلون الحالة تترجم باللغة العربية. إذا هون الشيء المهم أنه مع هالحالة في ثلاث أدوات استفهام أو ثلاث أسئلة نحن دائما عم نستعملها مع حالة الأكوزاتيف. فين بمعنى من في حالة الأكوزاتيف، من تستخدم للكائن الحي، فين إذا بمعنى من، فاس بمعنى ماذا للجماد، نحن عم نستخدمها فاس للأشياء للجماد، وهين بمعنى إلى أين، وهين بمعنى إلى أين. إذا لما بيكون الموضوع هالثلاث أسئلة، هلا بدي أشرح بالأمثلة شلون بدنا نفهم إنه هالأسئلة عم تستخدم. إذا الموضوع هالثلاث أسئلة معناته دائما في أكوزاتيف، إذا حالة النصب أو حالة المفعول به. هون أخذنا بالدروس الماضية الأرتيكل، الأرتيكل وحتى بالفيديو الماضي كمان أخذنا الأرتيكل في حالة النوميناتيف، وقلنا حالة النوميناتيف الحالة الإسمية هي حالة المصدر في اللغة الألمانية من الحالات الإعراب، يعني نحن لازم دائما نقارن الحالات الثانية الثلاثة مع حالة النوميناتيف لأنه هي حالة المصدر. وبالدروس الماضية أخذنا فيديو شلون بنصرف الضمائر والارتيكل مع حالات الاعراب. اللي ما شاف الفيديو، الفيديو موجود تحت هالفيديو بصندوق الوصف، بامكانكم تشوفوا هالفيديو وتفهموا هالتغيرات اللي بتنطرق على الارتيكل على اداه التعريف مع حالات الاعراب الاربعه. هون هلا بدنا نعمل مقارنه. أول شيء ماسكولين، ماسكولين بمعنى المذكر، قلنا الارتيكل تبع المذكر هو بالأساس دير، دير إذن هو الارتيكل تبع
المذكر. في حالة الأكوزاتيف دير بنغيرها ل دين. إذا دير بتتغير ل دين. إذا هون على سبيل المثال إير جيت إن دين بارك. إير جيت إن دين بارك. إذا هو يذهب إلى الحديقة. إير جيت إن دين بارك. هو يذهب إلى الحديقة. هون لاحظوا إير جيت فوهين. إير جيت فوهين. هو يذهب إلى أين؟ إير جيت فوهين أو فوهين إير جيت. إذا إلى أين هو يذهب؟ هون نحن بنقول إن دين بارك. شوفوا لاحظوا الجواب هون دين. دين رأسا بحالة الأكوزاتيف. هون بالعادة مثلا دير بارك مذكر دير بارك، بس بحالة الأكوزاتيف بتصير دين بارك. إذا هون شو لعب الدور بالموضوع؟ لعب الدور هالسؤال هذا فوهين. فوهين إلى أين؟ إير جيت إن دين بارك. إير جيت إن دين بارك. إذا هو ذاهب إلى الحديقة. إذا هون فوهين نحن سألنا عن المكان. إير جيت فوهين إلى أين هو ذاهب؟ هو ذاهب إلى الحديقة. أو فوهين إير جيت. فوهين إير جيت إلى أين هو ذاهب؟ على سبيل المثال. إذا هون أنت ركز على هالسؤال. وهن إلى أين؟ إذن هون نحن عم نسأل عن المكان. الحديقة هو مكان. أتمنى هيك فهمتوا هاي حالة المذكر. هلا فيمينينوم. فيمينينوم بمعنى المؤنث. فيمينينوم المؤنث. بالمؤنث الارتيكل ما بيتغير، بيضل نفس الشيء دي. بالحالة الاسمية بالنوميناتيف كمان كان دي، وبحالة الأكوزاتيف كمان بيضل دي. هون على سبيل المثال زيس دو دي موتا. زيس دو دي موتا بمعنى هل رأيت الأم ماما يعني دي موتا. إذا هون كمان زيس دو فين. زيس دو فين. هل رأيت من؟ هل رأيت من؟ زيس دو فين. إذا هون دي موتا. دي موتا الماما معناته فين. إذا هون السؤال مثلا إذا بدك تسأل وين زيس دو. وين زيس دو من رأيت. من رأيت. وين زيس دو بدك تقول زيس دو دي موتا. زيس دو دي موتا رأيت الأم أو ماما. زيس دو دي موتا إذا رأيت الأم أو الماما. هلا مثلا نيوتروم. نيوتروم بمعنى المحايد. نيوتروم المحايد. المحايد كمان الارتيكل بيضل نفس الشيء داس. داس إذا كمان ما بيتغير. نيوتروم إذا قلنا محايد داس. هنا على سبيل المثال إيش نيمي داس تاكسي. إيش نيمي داس تاكسي. إيش نيمي واس. إيش نيمي واس يعني أنا أخذت ماذا. إيش نيمي واس. إيش نيمي داس تاكسي. إذا هون داس تاكسي هو شيء. واس مرتبط بهالسؤال هذا. واس إيش نيمي. واس إيش نيمي ماذا أخذت. إيش نيمي داس تاكسي أخذت التاكسي. إذا هون الارتيكل كمان بيضل نفس الشيء ما بيتغير. داس تاكسي محايد بيضل نفس الشيء. بلورال. بلورال بمعنى الجمع. بلورال الجمع. الأداة تبع دي كمان ما بيتغير. هون على سبيل المثال دي ليغرين شبريت أوبا دي اي فولجي إغر شولا. دي ليغرين شبريت أوبا دي اي فولجي إغر شولا بمعنى المعلمة تتحدث عن نجاحات طلابها. دي اي فولجي بمعنى نجاحات. دي اي فولجي بمعنى نجاحات. إذا دي ليغرين شبريت أوبا دي اي فولجي إغر شولر. إذا المعلمة تتحدث عن نجاحات طلابها. إذا هون نحن استنتجنا شيء مهم إنه دائما فين فاس فوهين بيعبروا عن الأسئلة في حالة الأكوزاتيف، وإنه الأرتيكل بيضلوا نفس الشيء في حالة الأكوزاتيف ما عدا المذكر ماسكولين. هون بيصير دين. إذا دير بيصير دين. البقية بيضلوا نفس الشيء في حالة الأكوزاتيف. هلا بنجي لأدوات النكرة والنفي في حالة الأكوزاتيف. هون أداة النكرة للمذكر في حالة الأكوزاتيف بيصير أينن. أينن إذا أداة النكرة للمذكر ماسكولين. وكاينن أداة النفي. كاينن أداة النفي. هون على سبيل المثال إير ترينكت كاينن راين. أبا
trinkt gern einen Traubensaft. Trinkt keinen Wein, بمعنى هو لا يشرب النبيذ. Trinkt keinen Wein, هو لا يشرب النبيذ. هون شو لاحظوا أداة النفي keinen. Aber trinkt gern einen Traubensaft. Trinkt gern einen Traubensaft. ولكنه يشرب شراب العنب. هون einen لاحظوا أداة النكرة. ولكنه يشرب شراب العنب. شراب العنب Traubensaft. Traubensaft. إذن هون einen أداة النكرة keinen أداة النفي. هلا أداة النكرة والنفي للمؤنث. Eine keine. Eine keine. لاحظوا كمان بيضلوا نفس الشيء ما بيتغيروا. Eine keine. هون على سبيل المثال ich möchte eine Tasche kaufen. Ich möchte eine Tasche kaufen. Keine Tasse. Keine Tasse. إذن هون ich möchte eine Tasche kaufen بمعنى أريد أن أشتري حقيبة. Ich möchte eine Tasche. هون تاشة بمعنى حقيبة. Ich möchte eine Tasche kaufen. أريد أن أشتري حقيبة. Keine Tasse. لا فنجان أو كأس. Keine Tasse. لا يعني بمعنى هون تاسة بمعنى فنجان أو كأس. Keine Tasse. لا كأس. إذا أريد أن أشتري حقيبة لا كأس أو فنجان. هون إذا لاحظوا في عالم كتير بيتخبطوا بين هالكلمتين تاشة وتاسة. تاشة تاسة يعني بيتشابهوا كتير. إذا إيش مشتة أين تاشة كوفن كاينة تاسة. هلا أداة النكرة والنفي للمحايد أين كاين. أين كاين كمان بيضلوا نفس الشيء مع حالة النوميناتيف كمان نفس الشيء. أين كاين. أين كاين. إذن هلا مثلا على سبيل المثال ماريا ويل أين آيس إيسن كاين بون بون. ماريا ويل أين آيس إيسن كاين بون بون. إذن ماريا تريد أكل الآيس كريم. آيس بمعنى المثلجات. إيسن تريد أن تأكل المثلجات. لا بونبون بمعنى مصاصة أو بونبونة. إذا ماريا تريد أن تأكل الآيس كريم لا المصاصة أو البونبونة. إذا ماريا ويل أين آيس إيسن كاين بونبون. ماريا ويل أين آيس إيسن كاين بونبون. هلا الأداة النكرة أو النفي للجمع. أداة النكرة للجمع ما في باللغة الألمانية. أداة النفي تبع كاينه. كاينه إذا أداة النفي. على سبيل المثال زي ويل كاينه بوخة كوفن. زي ويل كاينه بوخة كوفن بمعنى هم لا يريدون أن يشتروا كتب. زي ويل كاينه بوخة كوفن. إذا هم لا يريدون أن يشتروا كتب. هلا في هون بعض الحروف الجر هي أو كما يسمونها باللغة العربية حروف النصب. هي مع هالحروف دائما يعني بتجي حالة الأكوزاتيف. وبالدروس الماضية كمان أخذنا الفيديو تبع الحروف اللي نحن نستعملها مع الأكوزاتيف. اللي ما شاف الفيديو الفيديو موجود تحت هالفيديو بصندوق الوصف. فيه كمان أمثلة كتيرة بإمكانكم تستفيدوا. هلأ كمان بدنا نعيد هاي الحروف اللي أخذناها بالفيديوهات الماضية مع الأكوزاتيف مع الأمثلة. هون gegen. gegen بمعنى ضد أو عكس. gegen بمعنى ضد أو عكس. wer spielt gegen mich. wer spielt gegen mich. إذن هو يلعب ضدي. هو يلعب ضدي. gegen mich هون mich بيجي أكوزاتيف. wer spielt gegen mich. إذن بعد gegen دائما عم يجي أكوزاتيف mich. إذن وفي هون هاي التصاريف تبع الضمائر كمان موجودة بالفيديو تحت هالفيديو بصندوق الوصف. أتمنى تعيدوا. هون الحرف الثاني أم. أم بمعنى حول. دائما عم نستخدمه مع الوقت. هون إيش تريف أليكس أم إلف أوا. إيش تريف أليكس أم إلف أوا بمعنى سوف ألتقي مع أليكس في الساعة
الحادي عشر أو حوالي الساعة حادي عشر. اشترف أليكس أم إلف هو. إذن سوف ألتقي مع أليكس في الساعة الحادي عشر أو حوالي الساعة حادي عشر. هون الحرف التالي فور. فور بمعنى لي. هون مثلا داس إست فور ديخ. داس إست فور ديخ. هذا لأجلك. هذا لأجلك أو لك. داس إست فور ديخ. إذن هذا لك. هون كمان أكوزاتيف. هون الحرف التالي إنتلان. إنتلان بمعنى على طول أو بمحازات. على سبيل المثال إيش جي دي أوف أشتراس إنتلان. إيش جي دي أوف أشتراس إنتلان بمعنى سوف أذهب على طول الشارع. هون أوف أشتراس بمعنى شارع الكورنيش. لما بيكون شارع بجانب نهر أو بجانب البحر حتى باللغة العربية يسمى كورنيش. باللغة الألمانية يسمى أوفشتراسة بمعنى يعني سوف أذهب على طول الكورنيش. إيش جي دي أوفشتراسة إنتلان أي سوف أذهب على طول الكورنيش. هون الحرف التالي أوني. أوني بمعنى بدون. أوني بمعنى بدون. على سبيل المثال إيش كان نيشت ماخن أوني ماينن كمبيوتر. إيش كان نيشت ماخن أوني ماينن كمبيوتر. إذن لا أستطيع أن أعمل بدون الكمبيوتر تبعي. إذن هون أوني ماينن كمبيوتر بدون الكمبيوتر تبعي. إيش كان نيشت ماخن بمعنى لا أستطيع أن أفعل شيئا بدون كمبيوتر تبعي. إذن لا أستطيع أن أفعل بدون الكمبيوتر تبعي. هون الحرف التالي دورخ. دورخ بمعنى عبر أو خلال. على سبيل المثال ديزي شتراسة فورت دورخ دين والد. ديزي شتراسة فورت دورخ دين والد. إذن هذا الطريق يذهب عبر أو من خلال الغابة. ديزي شتراسة فورت دورخ دين والد. إذن الطريق يذهب من خلال الغابة. هون آخر حرف بس. بس بمعنى حتى. بس بمعنى حتى. نقدر نستعملها مع المكان ومع الزمان كمان. على سبيل المثال هون دو موست بس زيكس او فيرتش زاين. دو موست بس زيكس او فيرتش زاين. إذن يجب أن تكون جاهزا يعني حتى الساعة السادسة يجب أن تكون جاهزا يعني لازم تكون جاهز في الساعة السادسة يعني حتى يعني قبل الساعة السادسة أنت لازم تكون جاهز. Du musst bis 6 Uhr fertig sein. إذن هيك أتمنى أعزائي المشاهدين أنتوا فهمتوا الفكرة الأساسية لهالحالة حالة الأكوزاتيف. هون أهم شيء تفهموا هالثلاث أسئلة والارتيكل والتصاريف تبع النكرة والنفي كمان. وطبعا هدول الحروف الجر اللي نحن عم نستعملها في حالة الأكوزاتيف. طبعا في عالم كتير بيسمونها حروف النصب حروف الجر ما في اي مشكلة. المهم يعني هون مو التسمية, المهم انه انت تفهم امتى يعني بعد هالحروف دائما انت عم تستعمل حالة الأكوزاتيف مشان ما تتخربط. والفيديو الثاني كمان تبع حروف الجر مع الأكوزاتيف موجود تحت هالفيديو. كمان في هنيك أمثلة تقدروا تعيدوا وتستفيدوا من هالأمثلة. أتمنى استفدتوا من هالفيديو أعزائي المشاهدين. لا تنسوا الاشتراك في القناة سبسكرايب وتشغيل جرس الإشعارات واللايكات ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم يوما سعيدا. دانكي أوفيدزين.